فاكر لما محمد كبت ميه الغسيل على الغسيل بتاعكم وامك بعتتك تتخانق معاهم؟ يا جدي وانا كل ما انسى تفكرني ليه؟ لازم تفتكر. وفضلتوا متخانقين وبتحدفوا ميه وزباله على السلم لبعض لمده شهر لحد ما مجلس فض المنازعات في بؤتات الجامع وصالحكم. او في بقى حروب بدات وانتهت في مده اقصر من المده دي. احكي لك عن اقصر الحروب في التاريخ، ولكن قبل ما نبدا محتاجين الاول نفهم يعني ايه حرب اصلا، وايه اللي يفرق بين الحرب والخناقه. عارف الفرق بينهم يا ابراهيم؟ مبدئيا الحرب ببساطه هي نزاع مسلح بين دولتين او اكتر من الكيانات غير المنسجمه. قارش قارش. وطبعا ما ننساش الحروب الاهليه، ودي بتكون نزاعات بس بين كيانات غير منسجمه برضه، ولكن بتحصل بين فئتين من الشعب، سواء بقى الفئتين دول من دوله واحده او من دولتين مختلفين. اما بالنسبه للخناقه فدي عادي بتكون في الشارع بتاعكم كده، نزاع تافه بين عيلين تافهين واحد شتم التاني بكلاكس العربيه مثلا. انا حمار تعال واجب. لك بقى انت تخيل ان دوله تروح تحارب دوله تانية وتنهي الحرب في اسبوعين مثلا، وده اللي حصل عندنا في المرتبه السادسه، الحرب الصربيه البلغاريه اللي استمرت 14 يوم، واللي كانت السبب فيها هي صربيا لما حاولت تنكش بلغاريا سنه 1885. والحقيقة اتقال صربيا وقتها كان عندها سلاح مشاة ممتاز جدا ومزود بأحدث الأسلحة، ولكن من ناحية سلاح المدفعية فكان سلاح المدفعية في الفاسكونيا. الحرب قامت يوم 14 نوفمبر 1885، يوم 28 نوفمبر من نفس الشهر في نفس السنة خلصت الحرب تماما. بعد ما طلبت النمسا من بلغاريا تهدى شوية كده وتصلي على النبي، صربيا اختنا برضو وهم خلاص كده اتعلموا الادب، لمنع ذلك واسحبي. يلا راجل احنا ما بنتخانق على اللوم، متلاقيش ما في الاخر اخوات. وبالفعل يوم 3 مارس 1886 وقعت بلغاريا معاهدة السلام النهائية، اللي هو الحرب قعدت 14 يوم ومعاهدة السلام على ما خلصت خدت لها بتاع سنة. يا راجل ده احنا عبرنا اسهل من كده. في المرتبة الخامسة معنا الحرب الباكستانية الهندية واللي كانت 13 يوم. المنطقة بين الهند وباكستان كان فيها تاريخ طويل من النزاع على مر العصور. بس الحرب الهندية الباكستانية اللي حصلت سنة 1971 كانت مختلفة تماما عن أي حرب تانية قامت بينها. الحرب دي دارت من 3 ديسمبر 1971 لما ضربت باكستان الهند في 11 قاعدة جوية بحركة زي ما تقول كده استباقية لبدء الحرب يعني. وبالفعل فضلت الحرب دايرة لحد يوم 16 ديسمبر من نفس الشهر، وقائد الجبهة الشرقية الباكستانية وقع في اليوم ده على وثيقة الاستسلام، يعني فضلت الحرب شغالة بتاع 13 يوم لحد ما استسلمت باكستان. في المرتبة الرابعة بيجي عندنا حادثة بيتريتش، واللي بتتعرف باسم حرب الكلب الضال، واللي فضلت دايرة لمدة 11 يوم. يوم 22 أكتوبر سنة 1925 هرب كلب من بتوع الجنود اليونانيين ناحية الحدود البلغارية، وتحديدا ناحية بلد محندقة كده اسمها بيتريتش. الجندي اليوناني جري ورا الكلب بتاعه يلحقه، قام الجنود البلغاريين فتحوا النار على الجندي اليوناني اللي بيجري ورا كلبه وقتلوه. وعلى حسب بعض المصادر اليونانية انهم قتلوا نقيب يوناني بالرصاص وهم بيضربوا على الجندي صاحب الكلب. وبما ان اصلا اليونان وبلغاريا من الناحية السياسية في الوقت ده ما كانوش بيبلعوا لبعض كلمة، راحت بعت اليونان قوة عسكرية لبلغاريا لمحاولة احتلال البلد دي، ومعاهم رسالة بتطالب بمعاقبة قادة القوة البلغارية المسؤولة عن اطلاق النار على الجندي اليوناني، وتقديم اعتذار رسمي من الحكومة عن الحادثة، وتعويض اسر الضحايا ب 6 مليون دراهم يونانية، واخيرا عشان اليونان دولة كريمة يعني ادوهم مهلة 48 ساعة. انا قلت لك 48 ساعة والا قول على نفسك يا رحمن يا رحيم. اما بقى من ناحية البلغارية فامرت الحكومة القوات البلغارية بالاكتفاء بالمقاومة بس لحد ما يشوفوا هيعملوا ايه، وبعدها طلعت على عصبة الامم، ودي مؤسسة دولية اتعملت بعد مؤتمر باريس للسلام سنة 1919، حاجة كده شبه مجلس ابو اتاتا يعني. المهم يا سيدي جت منظمة عصبة الامم وقالت لليونان اسحبي انت من هنا وانت يا بلغاريا ادفعي لهم التعويض. بلاش موضوع 10 ده عاط 5 كويس، يلا قوم خلص الحاجة دي. والحقيقة طلعت اليونان وقتها وقالت انا ما عنديش اي نية في الاحتلال، انا عايزة مطالب اللي انا بعتها لكم دي وانا همشي يا عم. وبالفعل قبلت بلغاريا ان هي تدفع التعويضات ورجعت كل دولة لحالها مرة تانية.
بعد ما قتل اليونانيين أكتر من 50 شخص واللي كان معظمهم من السكان المدنيين في بلغاريا. أما بقى في رواية تانية تماماً بدل قصة الكلب اللي هرب للحدود البلغارية دي، كان في قصة تانية بتقول إن الجنود اليونان كانوا واقفين في أمان الله على الحدود، فجأة لقوا الجنود البلغاريين بيهجموا عليهم وعدوا حدودهم ودخلوا قتلوا قبطان يوناني. لكن القصة فيهم صاحبة النصيب الأكبر من الشهرة كانت قصة الكلب الضال. المهم يعني في الحالتين الحرب دي قعدت لمدة 11 يوم بس. ومعنا في المرتبة الثالثة حرب الاستقلال السليفينية، أو زي ما بتسميها كتب التاريخ حرب العشر أيام. بعد ما مات رئيس الدولة اليوغوسلافي سنة 1980، واليوغوسلافي ده مش اسم عيلته، لا دي كانت دولة موجودة بس زمان شوية وتحلت على سنة 2006 كده. المهم يا سيدي لما مات الرئيس جوزيف تيتو سنة 1980، تيتو ايه ده وانا تيتو، بدأت تنتشر الفتن والنزاعات العرقية والدينية والاقتصادية في يوغوسلافيا، الدولة اللي لسه قايلك عليها اللي اتحلت في سنة 2006. الدولة دي بقى كانت متقسمة لست جمهوريات وإقليمين، من ضمنهم مين يا معلم؟ طبعا هقولك مين ده؟ جمهورية صربيا وجنبها جمهورية سلوفينيا وكرواتيا، بس سلوفينيا وكرواتيا كان عندهم إصدار اقتصادي سيكا عن صربيا، وده اللي خلى سلوفينيا بمجرد ما تولى الرئيس الجديد ليوغوسلافيا الحكم يبدأوا الحرب لإعلان استقلالهم. عايز أقولك إنهم بدأوا الحرب يوم 27 يونيو 1991، خلصوا أعلانوا استقلالهم يوم 6 يوليو 1991. يعني لو واحدة رايحة ترفع قضية على جوزها في محكمة الأسرة كانت خدت وقت عن كده. بيجي معانا في المرتبة الثانية حرب كرة القدم، واللي كانت لمدة 100 ساعة. سنة 1970 بعد ما طرقعت السلفادور لهندوراس 3-2 في ماتش من ماتشات المؤهلة لكأس العالم، قامت خناقة بين الجمهورين ومنها قامت حرب بين الدولتين. السلفادور وهندوراس وفي الحقيقة وعلى حسب المصادر واضح ان جذور الحرب كانت اعمق من مجرد ماتش كورة. يوم 14 يوليو سنة 1969 واثناء ما بتلعب الدولتين على التأهل لكأس العالم فازت السلفادور، ومع نهاية الماتش كانت نشرت كل دولة من الدولتين قواتها على حدودها مع الدولة التانية. الحكم صفر من هنا ونزلت الدولتين دب في بعض من هنا، الجمهور في الاستاد وقوة الجيش على الحدود. أربع أيام من الحرب المتواصلة وتدخل الأطراف الخارجية اتوقفت الحرب عشان تكون تاني أقصر حرب في التاريخ بزمن أربع أيام أو تحديداً 100 ساعة. ومعنا في المرتبة الأولى الحرب الإنجليزية الزنجبارية، أو زي ما أنا بسميها حرب البوتات، واللي قعدت 38 دقيقة بس. سنة 1896 بعد موت سلطان جزيرة زنجبار الإفريقية حمد بن ثويني البوسعيدي، واللي كان زي ما تقول كده كان حليف البريطانيين، مسك الحكم بعده ابن عمه خالد بن برغش، وده بدوره خلى البريطانيين يترجموا موقف ده انه تمرد عليهم، لان على حسب بنود المعاهده اللي بينهم سنه 1886 عرش السلطنه عشان يتنقل من سلطان لسلطان تاني لازم يكون بموافقه القنصل الانجليزي، وده ما حصلش. فكان رد الفعل البريطاني هو ارسال انذار للسلطان خالد بن برغش. خالد طبعا تجاهل الانذار وجهز جيش تعداده 2800 جندي ويخت مسلح واقف في المينا عشان يحميه. خلصت المدة اللي ادها البريطان لبن برغش على الساعة 9 بتوقيت شرق افريقيا يوم 27 اغسطس سنة 1896. الساعة 9 ودقيقتين بالظبط امرت القوات البريطانية بفتح النار على قصر السلطان. الساعة 49 دقيقة بالظبط وقفت القوات البريطانية اطلاق النار. السلطان خالد بن برغش ما كانش قدامه حل غير انه يهرب للمستشار الالماني عشان ياخد منه حق اللجوء بدل ما يقع في ايد الانجليز. تعال بقى عد معايا الخسائر. قوات السلطان خسرت 500 شخص ما بين قتيل وجريح، اما خسائر القوات الانجليزيه فكانت واحد. ده الظهر ده ولا الساعه؟ ايه الرقم ده؟ بالظبط زي ما سمعت كده، جريح واحد بس، ولكنهم كانوا بيحاربوا بوتات. عندنا حقيقه واحده، عندنا حقيقه واحده. كده انتهت الحرب اللي في المرتبة الأولى بوقت مدته 38 دقيقة بس. مش ناقصك غير حاجة واحدة بس، 8 غرز وشك. في النهاية طبعا هيجي واحد مصري يقول لي طب ما حرب أكتوبر كانت 6 ساعات، لا يا خفيف، الست ساعات دول كانوا وقت العبور، ضيف لي كده إن حرب أكتوبر كانت معركة ضمن حرب استمرت لسنين طويلة بين الطرفين. احنا جامدين قوي. فاسمع اللي بقوله لك وما تشغلش دماغك عليا، وانزل اعمل لنا لايك وشير وسبسكرايب في اليوتيوب. ايه العظمه دي يا ربنا يخليك. انت كل ماده بتثبت لي ان انا حمار.